لا نهاية. الحين بسألك سؤال، انتي لما تزوجتي بو فهد وانفصلتي منه، ركضتي وراه؟ لا الله، بعدين بعد كم سنة خلاش ترتبطين في هاني الطباخ، تزوجتي من أحلى ما يمكن، شالت شالت شال فهد، جاب منك 3 عيال بعد الله يحفظهم، دنيا مشيت، دنيا ما توقف على حد يا هي، دنيا ما وقفت على أبوك الله يرحمه، ما وقفت على أمي الله يرحمها، دنيا متروسة بشر. اللي ما يبيني ما بي، ارجع اقول لك على قولة العراقيين عوفة، مو عندك شغل ويا محمد العنزي، عندك شغل مع خليل التميمي، عندك روح توكل على الله.